بين التويوتا، طبعا مو الربع، هذا يسموه حبه وربع. عندنا بينزل مزاد لمده 4 ايام في مزاد صفقه موديل 83 يا اخوان، الصبغ مجدد، الداخليه مجدده. راح نشرح لكم، هو يجي طاره هواء ويجي مكيف، والمكيف موجود لكن يحتاج له اصلاح كومبرسر. الكومبرسر في ورا، راح نوريكم ان شاء الله. هذا النوع اف جي لونج ويل بيس يسموه، اللي هو الحبه ربع او الطويل. راح ينزل مزاد عندنا، طبعا يعتبر نادر يا اخوان. ايش اللي ندرى فيه؟ عدد الاصدار اللي فيها جاء قليل جدا. لو تشوفوه برا سعره غير عن الصغير او القشه، بينما عندنا هنا العكس. يعني طبعا زي ما ذكرنا لكم يا اخوان، الصبغ مجدد. يوجد بعض الملاحظات موضح لكم هنا، اوكي راح نوريكم الداخليه، وراح نشغل الموتر. وشيء جميل، سيارة استمارة سعودية، لوحات سعودية، جاهز للنقل الملكية أو التصدير. نوريكم الداخلية يا أخوان. بعض الملاحظات اللي تشوفوها هنا، هذه في الصبغ، أوكي عندكم بعض الملاحظات اللي هنا، هذه العلامة مو موجودة. طبعا نوريكم ماكينة تيجي 2F الداخلية، هذه هي. نقرب الكشافة يا أخوان أو الإنارة، نوريهم الداخلية. داخلية الموتر يا أخوان، هذا المقاعد، السقف جاهز حقين الأوفرود والكامبينج والأشياء هذه. الموتر شغال وكل شيء تمام. هذا الطبلون لا يوجد مشاكل. طبعا هذا المكيف يا اخوان، الكمبرسر موجود في الكرتون هناك، بس يحتاج له اصلاح او تغيير. داخلية السيارة هنا دبل. الموتر طبعا الفرشة القديمة مو موجودة، هذه ارضيته من هنا. راح نوريكم الماكينة، هذه الماكينة تجي 2F. طبعا الماكينة الأصلي يا أخوان، هذه المكاين تدوم معك، حقين التويوتا يعرف الشيء ذا. طارة هواء زي ما انتم شايفين هنا، جميع علاماته موجودة. طبعا هنا رقم الشاصي، شوفوا زي ما هو هنا يا اخوان، الاف جي 45 تكملة الرقم هنا كامل. طيب راح نسوق الموتر الان، خلوكم معنا. نقطة مهمة، خلينا نوريكم الداخلية. من هنا عندكم العداد واقف، العداد ما يعمل واقف، عداد الكيلومتر طبعا، فأتوقع يحتاج له ترس
لكلام الكهربائي. وأن الممشى في العداد يوضح 19,000، بس هذا مو الممشى الصحيح، باين انه هذا طبلون مو طبلون السيارة. هذا للتوضيح يا اخوان. هذه الأرضية نفتح لكم، ملاحظة الباب خلفي، هذا الكمبرسر اللي أقول لكم عليه تبع السيارة قاعد الخلفية، السقف هنا عندكم، الباب هذا ما يفتح من هنا، يحتاج له إصلاح توقع من هنا. يلا يا أخوان نشوفكم على خير، هذا الفيديو بالكامل، وأي استفسار حياكم. طبعا في ملاحظة هنا اللي تشوفوها في الصدام الخلفي، في دقة هنا في الصدام الخلفي، هذه هي راح نصور لكم السيارة من أسفل. الباب مو مقفل هنا، خلينا نقفل الباب يا عامر، نصور السيارة من أسفل نوريكم إذا في تهريبات في شيء راح نذكره لكم في التقرير، ونشوفكم على خير.